winter is coming. People are living in tents and most of us are homeless. We don't have homes. So let's ask people and kids, how do they feel about winter? بنحس بالبرد وبتدخل علينا المي بالليل. مش مدبرين حالنا خالص. بيوتنا نصنا بيوتنا انقصفت وهربنا ما عندناش شيء. عشان الدنيا شتاء بنمرض لازم نلبس حاجات دافية. بتحب الشتاء؟ يعني. ليش يعني؟ لأنه بالدار بنتغطى مريح وبنزلش علينا مطر، أما بالخيم بنزل علينا مطر وبنغرق. والله بهدلة صارت تمطر علينا بالليل فضحت الخيمة. والله كنت الليل في هالموقف ساق ندفى كوب المي عن الشادر. ايش بنعمل؟ مبسوط بالشتاء؟ مطرت عليك الليلة؟ ليش مش مبسوط بالشتاء؟ شو قاعد بتعمل؟ بكسر. ليش؟ سقعان؟ وشو بدنا؟ بدنا نصير هدنا ونروح بيوتنا ونقعد احنا سلمين. يا رب. انتوا كتير حلوين على فكرة، اشكالكم كتير حلوة يعني ما شاء الله.